لقب مالون المغرب أسبك خياطي من مواليد 1955 زيادة بن محمدية. تشجع فريق الوطني المغربي في الدم وشباب محمدية، وحصل لي شرف بالخطاب ديال المغفور الحسن الثاني بالمسيرة الخضراء، وكنت أصغر واحد اللي مشي في هذاك النهار، كنت أصغر واحد اللي تمشي، كنت خدام في وزير الجد، دخلت له جد 78 دخلت له وزير الجد 75. الخطاب ديال المرحوم المغفور لله الحسن الثاني كان نهار أحسن نهار عندي في الخطاب ديالو، وهذه كنا نرتب طرق تنمشي لثانوية بن ياسين، ما لحش براسي تنقص في ثانوية بن ياسين. مع ثلاثة الصباح وطلعت فوق فوق البيرو ديال قولوا حنا كيف هذاك ديال الحرس الحراسه، طلعت تما وبقيت مدرك حتى الصباح ملي بدات اول تيتقيد، اول واحد تيتقيد واصغر واحد تيتقيد هو انا من مدينه المحمديه، من مدينه اصغر واحد وتقيد في مدينه المحمديه، وهذيك النهار ما عمري تنسى ليا. وكنتي انت وشي مجموعه ديال الاصدقاء ديالك؟ كانوا مجموعه الدراري مشاو دراري للمحمديه، كانوا دراري مشان حنا مشينا 2500 واحد من المحمديه، كانوا شي كانت شي طبقه ديال الشباب يعني في التقاد ديال كان ذاك الوقت، كانت طبقه ديال الشباب لا كان اصغر واحد تمشي انا، وكان مشى معنا سيد باشا الرحموني، كان مشى معنا ومشاو معنا ناس، مشاو معنا الجندرمري، مشى معنا السلطه المحليه، مشاو معنا فرحنا من هنا. الناس الوحيدين من المحمديه اللي مشينا في كيران هما المحمديه، الناس اللي مشاو في محمد من المحمديه هما في كيران، مشينا معززين مقربين، مشينا لعين سبع، داروا لنا تفرحوا بنا في عين سبع وفرحوا بنا في الدار البيضاء ومشينا. وكانت اول انطلاقه ديالي قلت لك من بن ياسين، ومشيت وخليت الوالده مسكينه الله يذكرها في هذا النهار راه باقا في الحياه، بكات مسكينه ولحت لها الشد اللي عطوني لحتوا ليها. وهذيك النهار نهار في الرجوع ديالنا تفاجات انا في الرجوع ديالنا، كان المرحوم الله يرحمه في هذا النهار با الصغير هذاك بوتامي اللي كان مؤدين، ما عمرت نسى ليا مع الخمسة الصباح تدخلونا مع الفجر يلا تيقول الاذن الله اكبر، مع الفجر تينوض داك البوتامي تيقول لك الله اكبر الله، تيقول لك كان تيهلل القدرة الإلهية ديك النهار، تيقول فرحوا تهضوا يا ناس أصحاب المسيرة ولادكم جاو، منهم الوالدة مسكينة ومنهم هذاك، وجبت معايا التمر وجبت معايا الحليب وجبت معايا من تما عطاو لي ناس، مشى معنا با حلي الله يرحمه، ومشاو معنا ناس كبار وأصغر واحد اللي كنت فيهم هنا. فرحت هذيك النهار عرفتي بحال أنا ما دانيش أنا باش غناخذ دار ولا ناخذ داني الخطاب ديال المرحوم الله يرحمه في هذا النهار خطاب. أنا متطوع فرحان عام سيدي. خياطي عاود لينا الأجواء كيفاش كانت في الصحراء المغربية أنا ذاك الوقت من اللي مشيتو في المسيرة الخضراء؟ كانت أجواء زينة. اول حاجه مشينا من هنا، مشينا من العين من المحمديه العين سبع، من العين سبع مشينا للداخله، ريحنا واذنا حتى حنا دايرين غير الجيب ديال لي جندرميري حتى تسمعوا بالخطاب، قال لك حنا باش غندخلوا تما. مشينا وحضرنا العلم الوطني ديال المغرب اللي علقوا نسيب مرحوم الله يرحمه، هذيك الساعه علقوا وفرحانه هذيك الساعه كنا نصيدوا الحوت، هذيك ما بقاش حنا بدانا فرحنا ملي تبدات الصحراء. اول مسيره في العالم اللي تتنجح لينا هي ديال الحسن الثاني الله يرحمه. يعني تلاقيتوا مع ناس مع عائلات من مدن اخرى؟ تلاقينا مع الدار البيضاء كازا الرباط وداك الشيء ديال سبحان الله مسيره كبيره، ديري لك هفاس ها مكناس ها الدار البيضاء ها المحمديه ها قنيطره من طنجه للقويله، كل شيء داك السيب بحال حتى تعيش في بلادك بحال حتى تعيش في المغرب، بحال هاد الاناشيد اللي كنتو كتنشدوها انا ذاك الوقت. كنا الاناشيد اللي تنديرو الله اول حاجه هو النشيد الوطني اللي كنا نديرو النشيد الوطني فرحانين به، وكانوا مشاو ناس مشاو ليبيين مشاو جزائريين مشاو دول عربيه مشاو حتى هما حضروا. وهذي كنا عثمان هو اللي كان علق الرايه، عثمان شيب الحسن الثاني الله يرحمه هو اللي علق الرايه. هذيك الساعه ملي مشينا تعلقات الرايه كنت اصغر واحد هذاك، فرحان وجاي بقى علي متى صافي ندخل لهنا، والحمد لله اللي المسيره الوحيده اللي تنجح دارت هاد الشيء وادارها شحال وحده ونجحت، والمسيره اللي تنجح هي ديال المسيره الخضراء المظفره 46 عام دروك باش دازت، ما عمري تنسى لي ذاك النهار حياتي. باقي حافظ على شي ذكرى من ديك الذكريات ديال المسيره الخضراء؟ باقي حافظ عليها، عندي لاكارت ها هي حيت الانسان اسمع باش تسمح ليا